بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا رافعين لرايات الإسلام، آمين يا رب الأنام. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر سبحانه وتعالى. قال: حريص عليكم. وماذا بعد ذلك يا ربنا؟ بس نزيد نعرف قيمة رسولنا الكريم وقائدنا العظيم بامتياز. مش قالوا يا قائد بورقيبة، يا خذت بورقيبة، ولحد الأحزاب، أغلب الأحزاب الغافلة والمفسدة لحالها وحال البلاد يقولوا أو الكارتة الرابعة لصقوا لحق بورقيبة. تو ناس فقط يقلل الحياة، يا غارقين في الجهالة، ناس فقط بورقيبة بداوا ينقبوا ويشوفوا درا فعلا كان مصلح وكان رئيس حقا ولا مسلط من طرف الغرب الذي لا يرحم. وبدات عاده الحياه انتم فيها تو تعانيهم، مش سوء اخلاق اللي بتاع التعليم البرجيبي، مش هلك جابت لكم الفقر وجابت لكم سخط السماء والارض، وتزلتوا في كل حال، حال وطني ولا حال خارج الوطن، مش مزلزلين معرضين للمخاطر كلها، وكل عدو يجي يحركهم كما يريد يزيد تخريب دياركم. وقلنا دياركم الدنيوية فيها ما فيها، أما شوف دياركم البرزخية ودياركم الأخروية، شوفوا أحوالكم تو قبل ما تشنقلوا شنقيلة لا خير فيها، نسأل الله السلامة.